تواصل مؤسسة وحياة كريمة تقديم المساعدات إلى المستحقين بمحافظات صعيد مصر ضمن مبادرة سبيل وقوافل السعادة. ومنذ بداية شهر رمضان تقوم مؤسسة حياة كريمة بتوزيع وجبات ساخنة على المستحقين في محافظات أسوان والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا. وأوضحت المؤسسة أن ألافا من المتطوعين شاركوا بتجهيز الإفطار بالتعاون مع مطابخ الخير بمختلف المحافظات.